دي من المفترض يا جماعة ان هي كرتون، يعني من الورق، ان انت تحط فيها مية وما تسربش، فدي طبعا حاجة غريبة. وزي ما انتوا شايفين اهوت يا جماعة، اهوت للتأكيد قبل طبعا ما احط فيها المية، من الورق او من الكرتون. دي علبة هدايا، كلنا طبعا عارفين العلب اللي بالشكل ده. طيب زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، حطيت فيها المية وعزلتها وطلعت ممتازة جدا. المادة دي يا جماعة انا بعد ما عملت كذا اختبار لها، لقيت المادة دي بالنسبة لي كنز، حرفيا كنز، وحضراتكم هتشوفوا دلوقتي وهتتأكدوا من كلامي. بس تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، وندعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم على الكيان المحتل. أول حاجة بنبدأ نستخدم المادة دي يا جماعة، بنستخدمها ورنيش زجاجي، يعني بنلمع بقى أي حاجة. تعالوا الأول نجربها على مادة الخشب، نشوف هل هي بتلمع زي مثلا الورنيش بتاع الخشب ولا لأ. وهتتفاجئوا كمان يا جماعة لما تلاقوا تكلفة المادة دي عاملة ازاي، يعني هتشوفوا التكلفة حاجة يعني ولا في الخيال. انا بشتري يا جماعة اللي هو المفروض الورنيش الزجاجي، بشتري الكيلو حاليا بيعمل في حدود حوالي 120 جنيه، تمام؟ بعد الاسعار ما رفعت بيعمل 120 جنيه، ومش بيطلع النتيجة دي. هقول لكم النتيجة دي افضل ليه. الورنيش الزجاجي بيلزق، يعني بمجرد ان هو ما يتعرض يعني ايه، لشوية حرارة خفيفة كده يبدأ يلزق، فدي مشكلة كبيرة. طيب احنا جربناه دلوقتي في المادة بتاعت الخشب، تعالوا بقى نجربه في مادة تانية خالص، ولكن هناخد الموضوع من البداية شوية. هنعمل منتج صغير ونبدأ بعد كده نستخدم المادة فيه ونشوف هل هي هتكون ناجحة ولا هتكون فاشلة. أول حاجة كان عندي طبق قديم، ابتديت إن أنا أجيب الشمع وأعمل اللي هو التعريجات اللي هي العشوائية بالشكل ده. كان عندي شوية رمل وكان عندي شوية جبس باقيين، فطبعا خفت ان هم يبوظوا، فابتديت ان انا احطهم مع بعض على شوية مية وابتديت ان انا اقلب بشكل كويس. طبعا مهم جدا لو حضرتك بتعمل جبس، يبقى الاول تحط المية وبعد كده تحط الجبس وتحط عليه رمل لو حابب، او تحط عليه اسمنت، مفيش مشكلة. بعد كده صبيت وكان عندي كورة كده، ابتديت ان انا اعمل التجويف بتاعها بالشكل ده. التجويف اللي في الطبق اعمله باستخدام الكورة دي، ولزقت علشان خاطر ما تتحركش معايا، وسبتها تنشف براحتها. بعد ما نشفت يا دوب يعني اخدت حوالي 4 ساعات وبقت تمام جدا. ابتديت ان انا افك اللزق اللي معايا، وابتديت ان انا اشيل الكورة وابدأ ان انا افرغ الطبق من الشكل اللي معايا. طلع معايا بالطريقة الجميلة دي، طبعا التعريجات دي شكلها جميل جدا يا جماعة، وطبعا في الاخر بتبان. سبته بعد كده يوم كامل ينشف ويفرغ المية اللي فيه. خدوا بالكم الجبس بيعوز ينشف كويس، علشان كل ما بينشف كل ما وزنه بيخف وبيكون افضل. بعد كده ابتديت ان انا اديله اللون الاسود، وبعد كده ابتديت ان انا بحتة سفنجة وابتديت ان انا ابتنه بالنحاس الميتاليك علشان خاطر يبقى معايا تمام التمام. مهم جدا زي ما قلت لكم يا جماعة ان انتوا تسيبوا الجبس ينشف وما تلونهوش الا لما يبقى ينشف خالص وفرغ المية اللي فيه. ليه؟ لان انت لو دهنته وهو لسه طري بيعمل عفن، وبعد كده الدهان ده بيقع. تمام. المادة الجميلة جدا اللي احنا هنستخدمها، استخدمت انا هنا مذيب اللي هو اللاكيهات. في الوان يا جماعه اسمها الوان لاكيه، تمام، بتكون من انواع الالوان الزيتيه. اللاكيهات دي يا جماعه بتكون الالوان اللي بتاعت السيارات بتاعت العربيات. ده المذيب اللي هو مذيب او مخفف للالوان دي، بيتباع عند اي موان، تمام، او بيتباع في محلات الدهانات. طبعا محلات دهانات منتشرة جدا وكلنا عارفينها، بتجيب منه، او المحلات اللي بتبيع الدهانات بتاعت السيارات، ده بنسبة 100% هتلاقيها موجودة عنده. اهو يا جماعة استخدمتها انا هنا ورنيش لمادة الايه، لمادة الجبس او مادة الاسمنت. شوفوا يا جماعة الفينش روعة، حرفيا روعة. الميزة كمان ان هو بيعمل تقوية، هو مش بيلمع بس، لا هو بيعمل تقوية، بيعمل مادة زي مادة الزجاج، زي البوليستر او مادة الريزن او الابوكسي، وبتعزل بشكل كامل بنسبة 100% عزل يا جماعة. يعني ده طبعا لو انت بتعمل النوافير وبتعمل شلالات
دي بالنسبة لك كنز، ان انت تقدر تستخدم المادة دي وتعزل بقى الارضية ضد ان هي تسرب مية، او ان هي مية مثلا تطلع من نافورة او تعمل مشكلة. والكلام ده كله كنا الاول بنستخدم البوليستر، والبوليستر بيكون غالي. دلوقتي مستحيل ان انت هتحتاج بوليستر بعد ما تستخدم المادة دي. اهو هنا برضو بستخدمها على الورق او على كرتونة الورق، نفس الفكرة ونفس المادة. بستخدم معايا اللي هو مذيب اللكهات، وبعد كده ببدأ احط عليه الفل الابيض او الفلين، اي فلين يا جماعة ينفع مفيش مشكلة، لان الفلين ده برضو انواع، في منه فلين اللي هو المقوى، وفي منه النوعية التانية اللي هي بتكون خفيفة وبتكون ضعيفة. ممكن تستخدم الأطباق الفل بتاعت الأكل برضو لو عندك منها برضو شغال. بأهم شيء بتكون معاك بنفس القوام اللي احنا شايفينه ده. طب القوام ده تقيل، عايز تخففه زود شوية مذيب لكهات، تمام، هتبقى خفيف معاك ويبقى تمام التمام. أهو حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، روعة روعة روعة. طبعا انت لو بتعزل حتى كرتون مش هتبوشه، يعني مش هتخلي الكرتون يبوش ويبوظ. ليه؟ لان هي بتجمد بسرعة، خدوا بالكم برضو. اهو بسم الله ما شاء الله، ابتديت ان انا عايز اختبرها بقى. سبتها على فكرة ساعتين اتنين بس، وابتديت ان انا احط فيها المية. عملت للامانة طبقتين مش طبقة واحدة، تمام، لان ده كرتون برضو، فمحتاج ان انا اعزله بشكل كويس. حتى لو انا عملت طبقتين او ثلاثة او اربعة، انا بالنسبة لي مش الموضوع، ما هو الصعب، الموضوع سهل ومش مكلف. كل اللي انا بحتاجه اللي هو المذيب ده، والمذيب ده الازازة بتعمل 25 جنيه، والازازة دي بتغيب معاك كتير جدا وبتعمل كمية كبيرة. زي ما انتوا شايفين الشوية الصغيرين ممكن تعمل كمية كبيرة وتبدأ تستخدمها في الوقت اللي انت عايزه. ولكن خدوا بالكم ان انت تعمل اول باول، هيكون افضل، هيكون افضل ما انت مثلا تعمل وتشيله، هتلاقيه مثلا ممكن يتجمد شوية تبدأ ان انت تزوده بعد كده. لا، خلي المذيب عندك والفل موجود، ومن ما تبقى عايز تعمل تعمل اول باول وتبدأ تستخدم المادة دي. اهو يا جماعة شايفين العزل، بسم الله ما شاء الله، قمة الجمال وقمة الروعة. فيديو مفيد جدا حرفيا، وتقدروا تستخدموا المادة دي وتسيبوا لي كومنتات وتقولوا لي هل نجحت معاكم ولا ايه الموضوع. وفي نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط كومنت جميل وتعمل لايك للفيديو، والأهم من لايك ان انت تدعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم، وتصلي على حبيبه وحبيبك صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، علشان تكون صدقة جارية بإذن الله لينا وليكم. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.